ونرجع مرة تاني لفؤاد وارجع لك مرة تانية فؤاد، وكلمنا برضو على مطالب الطلبة حاليا. احنا بنتكلم حوالي في 12-13 ألف طالب موجودين في روسيا، مظبوط الأعداد دي؟ ايه مطالبكم؟ حقيقي احنا ما يقرب من 15,000 طالب مصري في دولة روسيا في تخصصات عديدة، سواء كانت طبية أو هندسية، ذكور وإناث. أول حاجة، احنا أهم مطلب عندنا دلوقتي نتيجة الحرب وتداعيات الأمور اللي بتجرى الآن، احنا بنطالب برجوعنا لاستكمال دراستنا من مصر. فأطالب مين؟ فأطالب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا لا شك ان كلنا عارفين اهتمام الرئيس واهتمام الدولة مؤخرا بالشباب وبمستقبل مصر، ومما لا شك فيه اهتمام معالي الرئيس بأبنائه الخارجين في مصر، الدارسين في الخارج يعني. فأنا بطالب من سيادته، بطالب من جميع الجهات المختصة، وزارة الهجرة، وزارة التعليم العالي، السفارة المصرية المتواجدة في مصر، وهي عندها علم كافي بجميع الأمور السارية هنا في روسيا. طبعا احنا بنطالب باسمي وباسم جميع الطلاب في روسيا ان احنا نرجع نكمل دراستنا في مصر، نرجع نكمل مشوارنا، نرجع نكمل حلم حياتنا. حضرتك الموضوع نفسيا صعب جدا علينا، على اولياء امورنا. الموضوع بقى مش خوف من حاجه معينه، على قد ما خوف من انهاء حياه ان كانت لا قدر الله بسبب القصف اللي بيقام في دوله روسيا، او بسبب انهاء مستقبلنا بسبب الفارق الكبير جدا في الماديات، اللي مش كل الناس قادره ان هي تواكب الزياده دي. في طلبه بالفعل اتفصلت من الجامعات، وفي طلبه كتير جدا مهدده بالفصل. طبعا مستقبل الطلبة يعني بنتكلم في حاجة مهمة جدا، وكتير منكم تقريبا قطع نص المشوار. يعني قولنا مثلا انت في سنة كام دلوقتي في كلية طب الأسنان؟ في السنة الرابعة ليا. يعني فاضل لك سنة؟ فاضل لي سنة وامتياز ان شاء الله. طيب لما قدمتوا طلبات العودة لاستكمال الدراسة في مصر، يعني كان ايه الرد بالنسبة لهم؟ يعني الدولة المصرية كان ردها ايه عليكم؟ والله حضرتك بصي، احنا لغاية دلوقتي للأسف مفيش تواصل مباشر ما بيننا وبين الجهات المختصة. احنا في انتظار، احنا بنقدم طلباتنا، احنا عملنا مبادرة تحت هاشتاج تحويل السماح بتحويل الطلاب المصريين في روسيا لدولة مصر. يعني تواصل معنا عدة الأشخاص مندوبين أو ممثلين لوزارة الهجرة بدون ذكر أسماء، هم يعني وعدونا إن الحاجات دي بتوصل للوزارة، ولكن احنا حتى اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها احنا مفيش اي رد يعني مفيش اي تواصل مباشر ما بيننا وبين الجهات المختصه. فعلشان كده احنا لغايه النهارده لسه في مرحله ان احنا بنناشد، احنا ما سمعناش ردود، ولكن احنا بنناشد عن طريق سيادتكم ان شاء الله. وطالب من يعني بدايه من الاب الروحي لينا سياده الرئيس زي ما قلت، وجميع الجهات المختصه ان هي تنظر لشكوانا. أنا عارف ومقدر جدا أنا وغيري من طلبة وأولياء الأمور إن في قوانين في مصر الناس بتلتزم بيها، ولكن إحنا في حالة استثناء، إحنا تحت بند حرب. الحرب ده يعني حاجة طبيعية جدا، البلاد بتقوم وبتقع بسبب حروب. فإحنا عايزين إن يطبق علينا روح القانون مش القانون نفسه. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا يسمح لي بدراستي في مصر ألتحق بنفس السنة، ما أجيش أعمل يعني انا بعد يعني انا دلوقتي لما اجيب محتوى علمي ليا، محتوى بالمواد اللي انا درستها وعدد ساعاتي حاليا انا طالب في الفرقه الرابعه في الفرقه الثالثه، واقدمه لمصر وبناء على المعادله والمقصه، ايه اللي يمنع التحاقي في الكليه بنفس الفرقه اللي انا موجود فيها حاليا في روسيا؟ ليه اسمع ان انا ممكن ارجع سنه اولى تاني؟ ليه اسمع ان انا مش هدخل الكليه اللي انا فيها اوريدي وقطعت اكتر من نص مشوار فيها علشان الحد الادنى مثلا انا ما كنتش مستوفيه؟ انا معاك دي قوانين، وحقيقه دي قوانين موجوده وضعتها وزاره التعليم العالي في مصر، ولكن لازم يكون في استثناء في حاله زي ما قلت هي حاله حرب. طلبه مصريين في الاول وفي الاخر موجودين في دوله اجنبيه، اكيد طبعا الدوله هتتحرك زي ما شفنا سبق وتم التحرك في موضوع الطلبه في اوكرانيا. اسوه الزملاء في دوله اوكرانيا، وخلينا متفقين ان اي طالب على وجه الارض يعني وجه الارض كلها، ان كان
وفق ودخل والتحق بأحد بأحد الكليات الطبية فهو شئنا أم أبينا ما دام وصل لسنة تانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة فهو موفق وهو ناجح وشخص قد إن هو يبقى في مجال الطب. حضرتك في مصر امتحانات نظرية وامتحانات شفوية وامتحان تحريري ويعني في عديد من الامتحانات بيتم فرضها على طلاب الكليات الطبية في مصر ورغم ذلك رغم اختلاف المناهج ورغم اختلاف الثقافة احنا في دولة تانية برضو وأسسنا على هذه الدولة ومعايير هذه الدولة في المجال ولكن رغم كل ده احنا عندنا استعداد نكمل ونعافر ورا حلمنا ورا هدفنا في دولة مصر ونكمل جوه بلدنا تحتضننا هي في ظل أزمتنا وتنقذ مستقبلنا من الضياع.